السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد. ازيكم يا أصحابي؟ كل سنة وانتم طيبين. مع استطلاع ليلة القدر في ليلة 23 رمضان 2019 وتحري ليلة القدر، ربنا يجعلنا من الفائزين ويجعلكم من الفائزين بها إن شاء الله. زي ما احنا شايفين السماء صافية والقمر باين بوضوح، والليلة ليلة جميلة والجو هادي، وأتمنى إن شاء الله إن احنا نكون في ليلة القدر. وأحب أفكركم تدعوا دايما دعاء ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهو: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وكل سنة وأنتم طيبين. مرة تانية هنصور مع بعض الشمس بعد الفجر إن شاء الله، ونشوف صباح يوم 23 رمضان 2019. خليكم معايا. وهي دي شمس يوم 23 رمضان 2019، واضح جدا ان الشمس طالعة واضحة وليها شعاع. وكما اخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس بدون شعاع، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح جدا ان الشمس طلع بشعاع وطلع قوية، وان شاء الله نتابع مع بعض تحري ليلة القدر. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان دايما يجمعنا على خير ان شاء الله، وربنا يجمعنا دايما على خير ان شاء الله.